مرحبا بكم في الجزء الثاني من حصة ترنت عبد القادر. بلينكس يقول: أشكر رئيس السلطة الفلسطينية لإثبات الأمن في الضفة الغربية. هنا أسكت قليلا. هنا تلفت لي عبد القادر. هو هي قضية سياسة فرق تسد. هذا هو فرق تسد، يعني لازم نفرقوا بين غزة وبين الضفة الغربية، وهي فلسطين، هي فلسطين، شعب فلسطيني هو شعب فلسطيني، هي أرضه. هذه سياسة معروفة استخدمت، يعني تستخدم دائما في الحروب. ولكن فرنسا لعبتها معنا قبل، أكيد في كل يعني في كل حروب يستخدموا هذه السياسة، معروف هذه فرق تسود، يعني تخلق البلبلة. رئيس الجمهورية حذر منها وجابهم ودارهم لقاء، وتم يعني تفقد كل الفصائل، يعني أنه تحدوا على الجمهورية. قال دخلت أمور الأطراف اللي فرقت بيننا، لا، لأنه الآن في ضغط كبير خاصة على السلطة الفلسطينية، في ضغط كبير على حركة المتطبعين، ضغط من المتطبعين من دول الكبرى. وانا شفنا يعني الوزير الخارجية الأمريكي اللي راح والتقى مع محمود عباس، يعني ما تصورش انه كان اللقاء هذا كي نشوفوا ذوك لي فلاش تاع لي فوتو وكذا، ماذا دار بينهم؟ يعني باش تشوف هذه. ولكن ماذا نتج عن هذه الكلمات عن الضفة، يعني راهي آمنة، يعني وكأنه الفلسطينيين يعني مش المقاومة ولكن قوات الأمن الفلسطينية، يعني اللي هي في الضفة، يعني مع محمود عباس، يعني تحركوا وقالوا وداروا حتى بيان وأعلنوا أنهم يعني الضفة الغربية أو غزة هي بلد واحد وفلسطين شعب واحد، وننسى ندخل يعني في الوسم هذا. وعلى بالك وإذا دخلوا هم على بالك توسع، لأنهم عندهم على بالك أكثر من عندهم أعتقد أكثر من 60,000 يعني جندي هذوك تاع يسموهم قوات الأمن الفلسطينية، ومدربين وعندهم أسلحة وكذا. لو يدخلوا في هذه الحرب هذه، يعني اكيد راح توسع ويكون كارثه كبيره على ما يحدث يعني للاسرائيليين، لان هم راه في مشاكل كبيره. الاسرائيليين كاين اكثر اعتقد انه في هذا الرقم 24 جنرال تم اغتيالهم في اسرائيلي، كذلك الجنود وكذا والاسرى اللي راهم حاكمينهم. يعني في مشكل كبير، فقط هم ما يهضروش ما يتكلموش، لأنهم معدم الإعلام، التعتيم الإعلامي ما يخلوش المعلومة تخرج، يعني فقط هذه وسائل التواصل والإعلام تاع المقاومة اللي يبعث بعض الفيديوهات وبعض الرسائل وبعض يعني البيانات. سينو يعني من الأخبار هي قاع ما مقطوعة، لأنه الآلة الإعلامية في يد الكيان. نزيدك حاجة واحدة أخرى باش تشوف باللي على بالك، باللي الصواريخ اللي بعثوهم والطيارات المسيرة اللي بعثوهم اليمن وضربوا مواقع في إسرائيل، وش بينت؟ كان بعض الدفعة من الصواريخ تم إسقاطها من البوارج الأمريكية. ولكن وش فضحت هذه الصواريخ؟ فضحت فشل مقلاع داود والقبة الحديدية. وش هو مقلاع داود هذا؟ هو كل القبة الحديدية، ولكن هو يعني يحمي الكيان من الصواريخ بعيدة المدى، والقبة الحديدية تحمي الكيان من يعني الصواريخ قريبة المدى. يعني ولكن هنا أثبتت فشل هذه المنظومات لإسرائيل، أو الوهم الإسرائيلي ووهم الجيش الإسرائيلي أنه أحسن الجيوش. يعني تشوف صواريخ اليمنية تقدر تسقط وقدر نعطيك حاجة شيء آخر، أن المقاومة قامت بهجوم سيبراني على يعني على تعطيل القبة الحديدية، وليس فقط تعطيل القبة الحديدية ولكن تحويل الصواريخ اللي كانت يعني موجهة للوسموس، عودت ولات إلى طاحت في تل أبيب، في يافا، في حيفا، يعني وجهوا هذا قاموا به يعني المقاومة. ممتاز القدر. إيه باش تشوف هنا يعطيك برك يحيى السروان ومحمد ضيف هم اللي خطوا لهذا الوسمو. كان تخطيط، هذا ما كانش تخطيط يعني أننا ندخلوا كذا، يعني كان فيه تخطيط كبير أنهم على بالهم بلي الحرب هذه طوال ويحدث فيها أشياء، وكان كل خطرة كل مرة يخرجوا لهم بخرجة يعني. ولكن هذا يبين يعني ضعف الجيش الإسرائيلي هذا اللي راهم، وكما قال الأستاذ المطبعين اللي كانوا طبعوا، يعني ما وكأنه الجيش الإسرائيلي هو اللي راح يحميهم، والآن هو حاصل في روحه لولا البوارج الأمريكية والجنود الأمريكيين اللي هيك راح فيما يخص. نعود لك أستاذ، فيما يخص المتطبعين شفنا في الآونة الأخيرة مطالبة بعض الصهاينة بممتلكات في المغرب،
هل هي ضريبه التطبيع؟ الاخ صالح قبل ما نجاوبك على السؤال هذا عندي تعقيب على اشكال الاخ فيما يخص تصريح الوزير الامريكي فيما يخص المقاومه والحركه الفتح وانقسام الفصائل كما يدعون، هذا تشتيت للراي العام، مش الراي العام الواعي العربي الواعي كالجزائر والعراق او الدول التي تدعم القضيه بكل ما تملك من قوه، هذا من اجل تشتيت افكار المطبعين. حنا نرجعوا شوية قليلا للقمة العربية التي انعقدت في الجزائر برئاسة السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، كانت قمة ناجحة بامتياز واضحة، المقاومة كلها كانت هنا من السيد الرئيس إلى ممثلي الفصائل، لقاء كامل وشامل وصلح، يعني ما كان مشكل بين المقاومة سواء حركة حماس أو حركة فتح أو غيرها من المقاومات. كلامهم هو تضليل لنجاح القمة في الجزائر وتضليل للرأي العام للمطبعين، مش الرأي العام اللي راه يشوفوا شغل المجازر الإرهابية اللي راهي تحدث في فلسطين في غزة بالذات. نعاود نرجع لك سؤالك، قلت لك فعلا المغرب جار السوء يدفع الفاتورة، قلت البارح قلت لي باللي راك معايا وراني معاك، اللي ما جيت ندي حقي جابوا لهم اوراق، فعلا جيت ندي حقي اوراق مزيفه ليزاكت ليزاكت حتى اليوم فتحت لي الباب قلت لي رواح اذا راني شريك. احنا مثل الدرجه الجزائريه يقول لك الضيف الخلا يوصل ضيف للدار، كي تعرضني تعرضني نحب نجي لك. وهي دوله توسعيه هي بالطبع، هي دوله هي ماهيش دوله انا بالنسبه لي تحب ما نعترفوش بها ما نعترفوش بها احنا نحن هي معروفه بال كيان كما قال احد اللبنانيين هو تجمع للقطاء العالم فلسطين وارادوا ان ياخذوا ما ياخذون، ولكن نقول لك باللي المغرب سيدفع فاتوره غاليه جدا لتطبيعه مع هذا الكيان اللي كان يوهم في الناس اللي طبعت مؤشر جاره السوء بان القبه الحديديه تحميهم و لذلك الان هذه الدول التي طبعت اصبحت تعيش في كما نقولوا بالدرجه نتاعنا في كشمار. لماذا نرى تصريحات قادتهم او وزرائهم او حتى برلماناتهم، يعني البرلمان منتخب، هل شفت تصريح برلماني هالدول دول مطبعه؟ اتكلم لا اتكلم عن الدول التي تدعم القضيه بكل ما تملك. لذلك المغرب سيدفع فاتوره كبيره جدا. عبد القادر، كيف اصبح العرب يرون التطبيع بعد طوفان الاقصى؟ بعد طوفان الاقصى تمد المعطيات، الجيش الذي لا يقهر، كان يصورون انه الجيش الاسرائيلي انه جيش لا يقهر، بعد طوفان الاقصى عرى هذا الجيش. كيفاش تشوف لا ما هي معنويات المطبعين؟ المطبعين اكيد المعنويات المطبعين راهي معنويات في الحضيض، يعني معنويات هما راهم يشوفوا في هذا الكيان اللي راح يحميهم والكيان اللي راحوا يهرولون كما قال الرئيس السيد عبد المجيد تبون المهرولون كما راحوا يهرولوا لهذا الكيان باش يحميهم باش يقدم لهم باش كذا، راهم يشوفوا فيه الان ينهار امام المقاومه الفلسطينيه اللي ما عندها مجرد اسلحه يعني بدائيه وعندها ممكن احسن حاجه عندها، ولكن استاذ اسمح لي نضيف لك عندهم اسلحه بسيطه ولكن عندهم عزيمه واراده قويه. لا قلت له نعم هنا قلت له هذا الكيان يعني اللي يملك الاسلحه ويملك وكذا واحسن الجيوش في العالم وهذيك البروباغندا الان ينهار امام هذه المقاومه اللي عندها اسلحه بسيطه وعندها اسلحه قلت احسن سلاح عندهم هو هذيك صواريخ الكورنيت اللي راهي دمرت كل الدبابات تاعها، والان حتى اصبح يعني السؤال مطروح في هذه الدبابات اللي يفتخروا بها وكذا وتشوفوا فيها تتفجر الان. اذا تحكي عن المطبعين الان كيشوفوا هذه الصور ويشوفوا هذا يتألموا اكيد هذا الجيش الكيان اللي راه يستنجد بالبوارج الامريكيه والان الغواصه النوويه الامريكيه ويتكلم على قنبله نوويه ويتكلم على قنابل نوويه ويتكلم على هذا ويشوف بالك المطبعين هذا ويشوفوا رواحهم باللي صفقه خاسره، هذه صفقه خاسره انتحار استاذ، ولكن خاسر الان خلاص وقع الفاس في الراس ما يقدروش لا يعاودوا يوليوا ولا يافونسيو، ولكن هنا ما نتكلمش على الشعوب تاعهم الشعوب مغلوبه عن امرها. نعطيك هنا بيان وزاره الخارجيه المغربيه الاخير هذا اللي
عبالك واش خرجت له هذا بيان وزارة الخارجية المغربية اللي قالوا هذا الأخير عدو يومين أعتقد الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، خرجت له هذه الجبهة هذه الجبهة هذه اللي هي من مجموعة من السياسيين مجموعة من المثقفين كذا إلى آخره، واش تقول على البيان هذا؟ قالت هذا البيان المغربي بيان مسكون بالتطبيع والإذعان للعدو، شوف البيان تاعهم كيفاش، ويتجاهل موقف الشعب المغربي الذي خرج بالملايين مؤيد للمقاومة ولحركة حماس هذا الكلام، ولم يجرؤ على إدانة قصف العدو الصهيوني وتقتيله للعزل والأطفال والنساء إلى آخره. هذا بين هذا من وخرج له هذا هذه الجبهة هذه شوف باللي يعني حتى في شعوبهم الآن راهم في مشاكل مع شعوبهم طبعا في مشاكل كبيرة مع شعبهم كيفاش يواجهوا كيفاش نعطيك مشي وتشوف يعني نرجع دائما للمخزن هذا اللي منع الأئمة أنهم يديروا دروس في المساجد لنصرة فلسطين ومنحهم يخرج الحاخام الدار البيضاء حاخام الدار البيضاء في المغرب يخرج ويدعو لنصرة إسرائيل وهذا الحاخام الله وهذا الحاخام هذا من المقربين للملك محمد السادس يدعو لنصرة إسرائيل وتشوف بالمقابل يمنع يمنع الناس أنهم يدعوا للوسمو الآن أي هوان يعني أعتقد أن نسنو الشعرات تاع الشعوب كما مثلا المغرب الشعب المغربي اللي هو يعاني صح نقولوا مغلوب عن أمره الناس يجي يطالبوا بالأملاك يخرجوا مغاربة ويقولوا للصهاينة تمحقوا الشعب تشوف راهم كاين فيديوهات لأنه الآن الإعلام ما يتكلمش هو مجرد احنا ذوك الوسائل التواصل أو غضنا على القدر احنا غضنا المرض كيف الناس عندهم 50 سنة ومساكنين وبعد يجي آخر منا ولكن هنا هو هالمشكلة تاع التطبيع باش ترجع للوسمو باش ترجع انت لما طبعت تعرف بيه انت استعرفت بيه ولما استعرفت بيه عطيته كلش يعني يجي يقول لك انا عندي وثيقه كذا عندي وثيقه تثبت انه كذا اي وثيقه انا عندي عقد يعني نملك هذا المنزل في عام واش تقول انت ولكن هنا لانه ما فيش قوانين تبروتيجي الوسمو يعني تحمي المواطنين المغربيين انت يا مثلا يجيك فرنسي الان يجي يقول لك انا هذه داري تاع عام احنا فهمت شي قوانين قوانين اللي تحمي المواطن مفروض مثل قوانين دونك هما ما عندهمش قوانين تحمي وهذا وتشوف على مرأة ومسمع يعني من السلطات والجميع وكذا يشوفوا في يشوفوا في الشعب تاعهم او المواطنين تاعهم يخرجوا فيهم من منازلهم والبرا خارجين انبطاح هذا هو انبطاح تفضل عبد القادر عندي سؤال الاستاذ شفنا سكوت رهيب تاع العرب في الحرب الاباده ضد غزه هل هي عقدة التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ فعلا السكوت كاين اتفاقيات ولا وش؟ طبعا تحت الطاولة طبعا اتفاقيات تحت الطاولة شوف الدول الغير متطبعة الشعب الحكومة نعطيك مثلا ما نعطيكش ما نروحش العراق او اليمن نتكلم على بلادي الجزائر سيادة شوف السيد رئيس الجمهورية سيادة سيادة تكلم كان صريح سواء في الجلفة سواء امس في المحكمة العليا كان واضح السنة القضائية نقدروا نقودوا احرى العالم طبعا طبعا رساله السيد الرئيس تصريح اخ صالح تصريح احرار العالم كان واضحا لاحرار العالم احرار العالم لم يقول الدول العربيه احرار العالم احرار العالم كيقول احرار العالم كما الاخ تكلم امريكا اللاتينيه وامريكا الجنوبيه وغيرها احنا شفنا مظاهرات ويتحركوا ان شاء الله تحركوا انا الان انتظر حراك وين حراك عربي في الدول المتطبعه المخزن لازم يكون حراك والشعب المغربي واعي ويكون هناك حراك أفحط قادر علاش لأنهم كانوا يوهمينهم بأن الكيان الصهيوني هو إقلي هو قوة إقليمية وقوة عالمية ويحميهم بالقبة الحديدية وبزمر داود الآن اكتشف المستور أخ صالح المستور اكتشف أصبحت إسرائيل لا تمثل لهم شيء يعني مش قادرين يحموا انفسهم كيفاش يحميوا المروك او غيرها عبد القادر المجله تاع الجيش الاخيره ذكرت بكلام الرئيس اللي قال الفلسطينيين ليسوا ارهاب هذه المرحله جزنا عليها وكانت فرنسا تلقب المجاهدين ولا الشهداء ربي يرحمهم بالارهاب لتحرير الوطن وثمن الاستقلال وزاد ذكرت مجله الجيش انه الجزائر مانيش عارف اللي من موجه الرساله تذكير أن الجزائر هي اللي أعلنت فيها
دولة فلسطين في 88؟ أكيد في سنة 57 أعتقد جريدة لوموند كتبت آنذاك عن يعني الحزب جبهة التحرير وعن يعني المجاهدين، كتبت عنهم بأنهم إرهابيين. إرهابيين، من هو الإرهابي؟ يعني حتى كيف تسمي الإرهابي؟ من هو الإرهابي؟ ما هو هذا المصطلح الإرهابي؟ كيف تسمي واحد إرهابي؟ واحد يدافع عن أرضه، عن عرضه، شرفه، عن شرفه، تسميه إرهابي؟ هذا مقاوم مجاهد. الإرهابي هو الذي يرهب الآخرين ويأخذ حق الآخرين ويرهب الآخرين، هذا هو. ليش هذا؟ ولهذا قال الرئيس، قال هذه كلمة الإرهابيين، ما مش إرهابيين، هم مقاومون، هذا مقاومون أصحاب حق، أصحاب حق، الناس أصحاب حق، يدافعوا عن الوطن تاعهم، يدافعوا عن العرض تاعهم، يدافعوا على حقهم، يدافعوا على حقوقهم، ما مش إرهابيين. كذلك إحنا هذاك الوقت كانوا يقولوا على المجاهدين يسموهم إرهابيين، يعني إرهابيين، قالوا في الزحف. ولكن الآن علاش يقولوا الإرهابيين؟ يعني استغلال هذا المصطلح هذا حتى إعلاميا. علاش قلت لك إنه دور الإعلام هو اللي هو يغلط الرأي العام؟ الإعلام يوجه ويغلط الرأي العام لتوجيه الرأي العام. الآن تشوف في كل وسائل الإعلام الكبيرة يتكلموا لتيروريست دو حماس، إرهابي حماس. غلطة خطرة البي بي سي، قالت المقاومون، عبالك ما خلاولهاش البي بي سي، ما خلاولهاش، كيفاش تقول عليهم مقاومون؟ باش تشوف هنا كما نقولوا التوجيه، لا مانيبيولاسيون تاع اسمه تاع الإعلام باش يوجه الرأي العام، وهذا هو الهدف اللي يحبوا يوجهوا. ولكن عبالك مع وسائل التواصل هذه الوسائل الجديدة هذه، خلاص ما خلاتش هذاك كاين الناس بداوا يظهروا سياسيين، فنانين، مثقفين. آخرهم مثلا نتكلموا على أنجلينا جولي اللي هي الممثلة الأمريكية المعروفة، تعرضت مضايقات كبيرة اللي قالت وهدرت موقف للتاريخ، هدرت وهي معروفة كانت سفيرة، راحت للتايلاند، راحت الوسمو، راحت البورما، راحت وتبنات حتى هذوك الأطفال تاع المجاعة المساكن تاع الحروب، معروفة يعني بالإنسانية تاعها، كانت سفيرة للإنسانية. على بالك واش خرج البارح؟ البارح الأب تاع أنجلينا جولي في عمره 84 سنة أعتقد، قال أنا أتبرأ من 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 كلام بنتي. واش قالت؟ حب يرجع باش تشوف يعني الضغط على بابها اللي هو راجل كبير شيخ، ضغط عليه لأنه يتبنات هذا الموقف. ولكن الآن خلاص كاين كثير، مثلا جوفري هذا معروف فيلسوف فرنسي عاود تكلم، كاين باسكال بونيفاس، كاينين بزاف اللي يتكلموا باسكال بونيفاس، كاين كثير من يعني الفلاسفة ومثقفين وكذا فرنسيين كذا بداوا يتكلموا ويهضروا. نعطيك حاجة واحدة أخرى، بينال هذا اللي يملك جريدة ميديا بارت، ميديا بارت واش قال في حوار مع بعض يتكلم على باسكال برو. باسكال برو شكون هو هذا؟ باسكال برو هذا صحفي أنيماتور ستار، نجم سي نيوز اللي تابع الرجل الأعمال بيلوري، هذا معروف، هذا الرجل الأعمال هذا معروف من اليمين، اليمين المتطرف. هذا باسكال هذا برو هذا واش قال؟ اللي معروف بالتهجم تاعه باليمين المتطرف، يتهجم حتى على ليزيميغري اللي بين قوسين مؤخرا، قال على هذوك ليزيميغري الحراقة، ليزيميغري يعني الغير شرعيين سماهم لما ظهر البق هذاك او لي بيناز تاع لي في فرنسا. قال يطرح في سؤال احد المختصين في الصحه، قالوا اسكو هذو هما ليزيميغري هما اللي جابوا هذا هذا البق هذا؟ قالوا هذاك الخبير في الصحه، قالوا ما عنده حتى علاقه بالنظافه وكذا، هذاك لي بيناز تاع الوسمو، قالوا ما عنده حتى علاقه هذا البق هذا، يعني ما تربطش باش تشوف يعني الحقد تاع هذاك. قلت باش نرجع للوسمو هذا، فينا اللي يملك ميديا بارت، مجله ميديا بارت اللي هي مجله او جريده الكترونيه، قال على باسكال برو هذا، قال هذا لا يمثل الصحافه الحره، قال هذه صحافه الراي. احنا الصحافة ما هي؟ احنا الصحافة ننقل الخبر كما هو. قال هم يجيبوا صحافة الرأي، هذه القنوات هذه تجيب صحافة الرأي. شكون هم صحافة الرأي؟ يختاروا المختصين هذا وهذا، يعرفوا شكون، ويجي يتكلم مثلا على ما يحدث الآن في فلسطين وفي غزة، يجيبك انت يتكلم ويجيب هذا يتكلم، ويبدأوا اللي تيروريست ويبدأوا يديروا في التحاليل. هذه قال ليست صحافة، هذه صحافة الرأي ليست صحافة. أستاذ فيما يخص كلمة إرهاب، شفنا الرئيس ماكرون راح دار يرمو الكيان الصهيوني، حب يلعب على ورقة الإرهاب هذه باش يدير تحالف غربي لضرب المقاومة، الحجة أنه إرهاب. هذه كلمة إرهاب هم يلعبوا عليها بزاف.
فعلا هم الآن وصلوا إلى الواقع. الكيان الصهيوني يتخبط، يسميه إرهاب، يسميه وش يسميه، لازم يحمي نفسه. الإرهاب اللي دفع على أرضه عرضه، هذا ليس بإرهابي. الإرهابي اللي دفع على أرضه عرضه، المقاومة الفلسطينية دفع على أرضها وعرضها، كيف تسميها إرهابي؟ هو من حقه يقول وش يحب، يدافع لكي التغليط، التغليط للتغليط والتوجيه العام، ولكي يجد مبررات من اجل وجود مبررات. ما يقدروش لو يعطوا، لو يقولوا لهم مقاومون راح يعطوا لهم الشرعيه يعني. فهمت؟ هذه وحده. اثنين، حنا كي نتكلموا حنا كي نقولوا احنا كي نقولوا المقاومه، ندرك معنى المقاومه لان الشهاده عشناها احنا، عاشوه جدودنا وبنياتنا. أما ماكرو وغيره لتغليط الرأي العام بهؤلاء عصابات، كما كانوا يسموا في الثورة نحن، قيل عنا عصابات فلاقة، قيل ما قيل، لكن النصر كان. إذن المقاومة النصر قريب بإذن الله، النصر قريب. علاش؟ علاش النصر قريب؟ كاين صهيوني تذبذب. أمريكا أصبحت تتصرف تصرف سيبياني أستاذ شطرني الرأي. لماذا أمريكا تحجز كل ما تملك من قوة لحماية إسرائيل والعرب يتفرجون؟ ما سمعنا، ما سعفون، ما سمعنا، ما شفنا. هذا كل من التطبيع أستاذ، لأن يعني الكيان الصهيوني عمل على خطة يهودية محكمة الصهيونية العالمية، توغلت في الدول العربية من أجل نسج خيوط التطبيع. والآن بالإضافة يعني الأمين العام، الأمين عفوا الأمين العام للأمم المتحدة، شوف الخطاب تاعه كان خطاب كيفاش تكلم على الجزائر، كيف اللوبي اليهودي الآن قال هم الآن يخططون لإزاحة من منصب إزاحة المنصب تاعه. وهذا يبين لك يعني هم يرون أنفسهم أنهم وصلوا، طبعا نفوذ كبير، طبعا هم يرون أنفسهم أنهم وصلوا لإنجاز، لأنهم خططوا الصهيوني الآن توغلت في عدة دول عربية ومشات في أمورات اتفاقات أمنية كما قال الأستاذ، اتفاقات سياسية واتفاقات اقتصادية، لكن هذه الدول المتبتعة للأسف يعني رأت نفسها على حافة الوات، الحرف فضحت المسطور يعني رأت على حافة كثير من رأت نفسها على حافة الوات. ما محل من الإعراب في الإبادة الجماعية لإخوة الفلسطينيين؟ المجلس الأمن، شوف المجلس الأمن باش نرجع عبالك في حق الفيتو، يعني اي 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 ادانه يعني راح الولايات المتحده الامريكيه تدير حق الفيتو، يعني ما راح يصرى ولا شيء. حاميها حراميها استاذ هكذا قد حكيت على البريكس، انا حكيت على البريكس حكيت على البوتيش هذه حاميها البوتيش، على البوتيش ما كاش ما فيها شيء. ولهذا الرئيس الجمهوريه قال احرار العالم حقوقي والعالم، يعني كانت رساله واضحه، رساله اننا يعني يعني بعيدا عن كل المنظمات، كل المنظمات غير حكوميه، كل حريه التعبير، يعني إبادة جماعيه، حريه التعبير للجزائر في المرتبه الاولى يعني. انا سالت في بدايه الحصه قلت لك اين البرلمان الاوروبي؟ البرلمان الاوروبي لا ما انا اقام الدنيا واقعدها. لا استاذ، احنا درنا حصه انا قادر نشفر المنظمات غير الحكوميه اللي كانت تصنف الجزائر في المراتب الاخيره، المراتب الاخيره، وتاخذ حمله ضد الجزائر ان الجزائر في حريه التعبير كله مغلور. ما كانش منين هي كذلك من يدعم هذه المنظمه يا اخي؟ تكلمنا كل المنظمات كاين خلص الصهيوني، اللوبي الصهيوني كما قال الاستاذ نتكلموا عليه، اللوبي الصهيوني هذا هو اللي حب يوصل العالم الى نقطه الصفر. كيف نقطة صفر؟ يعني القتل، أنت تتكلم لمجلس الأمن يشوف أشلاء تاع أطفال نساء، ولهذا تحركوا الأشخاص يعني شخصيات فقط. وزير الخارجية، وزير لا أعتقد أي وزير تكلم، ما لا أكرمكم الله نتنياهو صباح اليوم ممكن تكون فيه، كيف تكون أنت محتل؟ كيف تكون؟ لا سلام، أنت محتل، أنت ما عليك إلا بالرحيل، محتل تقول اي سلام تتكلم، تضرب القنابل العموديه و بسلاح محظور لن نراه، كنا نسمع به لن يحدث حتى في وقت النازيه. عبد القادر وقت الحصه انتهى، كاش كلمه اخيره عبد القادر؟ في الاخير اعتقد انه هذا رئيس الوزراء الكيان، اعتقد انه هذا ايامه معدودات الان، فيه ترتيبات، اعتقد انه فيه ترتيبات انه يكون فيه
وزير آخر جديد حتى ممكن تروح إلى مفاوضات إلى كذا للتوقف، لأنه في فضائح كبيرة، في فضائح كبيرة يعني في الجيش الكيان وش راه يحدث له، وفقط التغطية والتعتيم الإعلامي اللي راه ما توصلناش هذا الآن. فيه ترتيبات وقلت هكذا من خلال يعني التصريح تاعه، حتى في حد ذاته قال أنه ممكن تكون فيه هدنة وتكون فيه كذا وتكون فيه كذا، يعني تغير من يعني من نبرة التصريحات تاعو الأولى. هذا يبين باللي أنه فيه ترتيبات أخرى ما بعد نتنياهو. أستاذ الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة، نتمنى أن من القادة العرب ملوكا ورؤساء أن يحذوا حد تصريحات السيد رئيس الجمهورية وصريحة واضحة تجاه القضية الأم اللي وهي القضية الفلسطينية. أما الكيان الصهيوني رأى نفسه أنه انتهى، والمطبعون يروا أنفسهم أنهم انتحروا أمام شعوبهم، انتحروا انتحارا أمام شعوبهم. ونتمنى من الشعوب العربية، الدول المطبعة، والدول المطبعة أن تعتصم أمام الهيئات الدولية والمطالبة برحيل ما كل ما هو يهودي، كل ما هو إسرائيلي من جميع الدول العربية. أما رؤساء وقادة الدول العرب، نتمنى أن يحذوا حذو السيد رئيس الجمهورية اللي كان صريح وقال المقاومة ما هيش منظمة إرهابية، وكان صريح وناشد رؤساء ناشد أحرار العالم باش نمشيو للمحكمة الدولية. شكرا لك أستاذ، شكرا لك عبد القادر. في انتظار تحرير الأقصى لا عزاء للمطبعين، كان معكم صالح ميلودي في حصة ترند. سلام.